يعني صحيح الأولمبيكس ما كانتش يعني سعدانة قوي، أو يعني كلنا عندنا أمال في ميداليات، ولكن اللي بيحقق لنا السعادة الاسكواش، والاسكواش خلاص بقت لعبة مصرية، مصرية للنساء، مصرية للرجال. نور الشربيني للمرة الخامسة تحصل على بطولة العالم، وبكده بتكون تاني سيدة في العالم تحصل على بطولة العالم 5 مرات. أحمد فرج أيضا توج ببطولة العالم، وبالتالي يا جماعة إحنا مكتسحين، إحنا اللي أممنا بقى الاسكواش ده بقى مصري. ففي لعبة من اللعبات بتسعدنا. علي فرج.